سلام حبيباتي، غادي نقدم اليوم واحد الأكلة اللي مشهورة ومعروفة في مدينة القصر الكبير، غنية عن التعريف. غادي نحضروا اليوم كران اللي معروف في مدينة القصر بسمية كرينتي. غادي كيوجد دغيا وسريع في التحضير. غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الطحين ديال الحمص، غادي نحتاجو 3 البيضات، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الملحة، نص كاس ديال الزيت، ويطرد الماء. دوزو طريقة التحضير. دابا غادي نديرو البيض، غادي نزيدو عليه نص كاس ديال الزيت، الزيت هي عادية، ونزيدو الملحة والكمون. الملحة كتبقى على حسب الذوق. غادي نديرو هاد الطحين ديال الحمص، ونضيفو عليه الماء، يطرد الماء، وغادي نخلطو كلشي مزيان، وغادي نخلطو مزيان. الفران كنكونو سبقنا وعملنا يسخن مزيان، ديما الفران يكون سخون عاد نطيبو هاد الكرينتي، ضروري يكون سخون. وتقدرو تضعفو المقادير، يعني نتوما 6 كيلو، ديرو معاه جوج يطرو د الما، فعاود 3 البيضات تصملو 4 البيضات. ودابا نبقاو نخلطو فيه مزيان، دابا غادي نديرو فواحد لاطا وندخلو الفران يطيب. وملي غيطيب لينا كرينتي غادي نشوفو الشكل النهائي ديالو. حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكرينتي ديالنا. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، متنساو الاشتراك في القناة والضغط على الزر باش يوصلكم كل جديد، وتخليو ليه شير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.